أراد الشعب كثيرة. إذا أراد أن يسقط النظام سيسقطه. سيسقطه. أنتم مش قادرين تسقطوا النظام، أنتم مش جديين تقريبا في نظر الدكتور، أو أنتم مش الشعب السوداني يمكن. طيب النظام سيسقط يعني طال الزمن أو قصره، يعني من الصعب جدا أنك تسقط نظام ظل جذوره متجذرة في 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 السودان لمدة يعني أكثر من 30 عاما، يعني هذه ليست بالسهولة. لكن نتاج هذه المظاهرات والاحتجاجات وإن كانت قليلة هي مستمرة، أرهقت النظام إرهاق يعني ضخم جدا، حتى يعني قيادات الجيش والشرطة يعني عدد كبير منهم استمالوا للثورة وانضموا لصف الشعب واعتقلوا. حاليا يعني يوجد في معتقلات النظام أكثر من 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 100 ضابط من شرطة الجيش معتقلين، يعني أعزائي انحيازهم للشعب. يعني هذه المظاهرات وهذا الخطاب اليوم الذي رأيناه هذا جاء بفعل هذه الاحتياجات وبفعل هذه تجمع المهنيين السودانيين النهاردة والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بعد خطاب الرئيس البشير، أعلنوا تمسكه بنحي البشير عن السلطة. يا راجل طيب البشير لسه قادر يقف ويتكلم ويعرض على الناس، أنت ما تشوفش الجزائر؟ تشوفش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ والله والله يا اخي الوضع في السودان يختلف تماما. الجزائر الان يعيشون في 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 في, في نعمه، يعيشون في رغد العيش. السودان يعني عاش سنين الجزائر؟ نعم الجزائر الان يعيشون يعني في رغد العيش. هنشوف بعديك على طول معنا فقره مع موضوع الجزائر. نعم انا لي اصدقاء من الجزائر عارفوا الحياه في الجزائر كيف. السودان يعني مر بحروب لسنين طويله جدا، الان النص الشعب السوداني والاكثر من النصف لا يستطيعون ان ياكلوا، الان اصبحوا ياكلوا وجبه واحده، ياكلون وجبه فول واحده فقط، الخبز يعني واحد خبز بواحد جنيه، يعني الظروف المحيطه بالسودان يعني لا 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 يوصف، يعني ظروف سيئه جدا. يعني كل دول الربيع العربي وكل المظاهرات التي حصلت في دول الربيع العربي هذا يعني وضع السودان يعني مستثنى تماما. يعني السودان شهد حروبات طويله وعميقه وعقيمه جدا، الان الوضع الاقتصادي مزري الى حد بعيد، يعني البنوك مفلسه، يعني انت يعني ما لا, 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 لا استطيع ان اوصف لك مدى يعني مزري الوضع مزري الى اي حد ممكن. يعني كفايه يا مناضل انا حاسس يكفي يعني البشير يكفي انه يعني هو ونظامه 30 عام، يعني يكفي جربوا هزموا فليفسحوا المجال لغيرهم، يكفي يعني 30 عام. طيب 30 عام من الفشل يكفي يكفي يا استاذنا.